السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلموا على النبتة اللي هي جيرانيوم، اسمها العلمي جيرانيوم، ونعيطوا له حنا خديوجة وخداوج. هذه هي الأولى، كيفاش نديرو باش نوريكم كيفاش التكاثر منها. يعني كاين بزاف اللي راهم قالوا لي كيفاش نقلوه حنا، هذا كيفاش نديرو. هي دوكا وقت الخريف ودخل الشتاء علينا، يعني ما نبتة عطرية دخل الشتاء علينا. انا نوريو كيفاش نديرو باش ما تروحناش. كاين اللي ما عندهمش بزاف منها يخافوا لا تكملهم. يعني كاين عدة الوان نقدر نقصوها، عارف هكا كظم هكا. دوكا حنايا نوريكم كيفاش نديرو باش نغرسو باش تكاثر. حنا ديجا رانا غرسنا، دوكا نوريكم كيفاش بدينا نخرو. ها نجيب وحده هكذا ندخلوها حتى كي تذبال هكذا، معليش هي ما تموتش. دوك كي دير العروق واحد 25 يوم 20 يوم باش نقلوها في الاخر. وثانيا ما نديروش حنا في قباله في فو كبير، لا حنا نجيبوها بحمد ما دارش عروق، نديروها في باطل. هي نديروهم في الباطات كيما هادو، ولا ما عندكش كيما هادو يعني ما توفرش باش تشري، ولا ديري غير في الباطات عليها وقت هكذا. ها هادي يعني باش تقيسيها تيرتي الغرسي فيها هكذا. حنا رانا غارسين هيا دوكا. هي نبتة رائعة جدا، يعني تاع جداتنا بكري كانوا يديروها في الدار. كانت هذه وراهي دوكا قليلة منها، ماهيش كيما كانت بكري يديروا حوايج النبتة تاع بكري. بداو كاع ينساو فيهم حوسو غير تاع خارج، ولا هي احلى. حنا نجددوهم ان شاء الله. هذه هكذا باش تكاثر، هذه هي يعني نحوها من النبتة الكبيرة اللي عندنا ونقلوهم ديروهم هكذا في البواطة تاع ليها اخت. وما تخافوش عليها ودخلوها، لا خفتو كاع دخلوها لداخل كذا دخلوها. وحتى دي العروق وخذ ديروا في بو كبير نقلوها. كيش تنقلوها نكسروا غير هذه البواطة، نحلوها بالمقص هكذا، حلوها من بالمقص هكذا منا نكسروها بها بالطراب تاعها قبل ما نسقوها. نحلوها وندخلوها، نكونو درنا لها حفرة ودرناها في بو كبير. ودلا اللي يحب يديرها في الحديقة تاعو يديرها، معليش ما كاش مشكل كاع. زعما هي تنوض في بو تنوض في، وكاين منها زوج انواع، كاين متسلقة يعني كاين اللي جاية كي لواي تتلوى هاديك وتهود مع البو، هاديك مليحة ثاني ان شاء الله. وكان عندها عدة الوان يعني مزدهرة طول العام وما شاء الله. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.